يا استاذ محمد، اهلا بيك، منورنا. اهلا بيك امير وكل مشاهدين قناه النادي الاهلي، وسعيد جدا بالاطلاله ديت. والحقيقه هنفتقدك في تغطيه اخبار النادي الاهلي. الحقيقه عملت تغطيه مميزه جدا، رغم ان احنا ما قدرناش نشوفك في الدوحه في المونديال، لكن ان شاء الله البركه في اللي موجودين، وكالعاده باذن الله الاهلي يفرحنا ويطلع بافضل صوره ان شاء الله. تسلم لي يا جزار، وطبعا زمايلي اللي هناك هيقوموا بالواجب على اكمل وجه، وان شاء الله ينقلوا كل حاجه بتتعلق بالفريق لحظه بلحظه. لكن عايز استغل وجودك معايا طبعا، بما انك ناقد رياضي كبير ومتابع لكل الاخبار اللي سواء بتتعلق بالنادي الاهلي او اللي بتتعلق كمان بمباراه السوبر الافريقي، فبالتالي قول لي الاستعدادات لاستقبال بعثه النادي الاهلي هتكون ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البدايه يمكن امير، رغم ان اجازه العيد خلصت والعيد كان من فتره، لكن بالنسبه لنا هنا في قطر وخصوصا جمهور النادي الاهلي، لسه العيد هيبدا يوم النهارده بالليل ان شاء الله، فور وصول بعثه النادي الاهلي. الكل الحقيقه بيترقب وصول النادي الاهلي، وفرحه كبيره جدا زينها واضاءها قرار اللجنه المنظمه باقامه المباراه بدون جمهور، حتى وان كان العدد لن يزيد بالنسبه لجمهور الاهلي عن 2250، لان سعه الاستاد 15000 وتم تمام تخصيص 30% زي مونديال الانديه، بالظبط. لكن الملعب اللي هتقام عليه المباراه ده استاد جاسم بن حمد، سعته اقل شويه 15000، لكن زي ما انت عارف واحد بس او 100 او 1000 من جمهور النادي الاهلي بمليون، فان شاء يفرق الله يكون يفرق صوتهم طبعا. عالي طبعا هيفرقوا كبير كتير جدا. بالنسبه للاستعدادات، الحقيقه يمكن الموضوع كورونا عامل قلق شويه، ويمكن انت امير شخصيا كنت موجود وشفت نظام الفقاعه، بيبقى ممنوع الاقتراب مفيش والتصوير هزار. من البعثه ومن الفرقه، ما فيش الكلام، ما فيهوش هزار. فالبعثه ان شاء الله هتوصل الساعه 12 ونص بتوقيت القاهره، ازيد ساعه بالنسبه لتوقيت الدوحه، وحتى في تشديدات ان ما يكونش في اقتراب من اللعيبه ولا اختلاط في المطار. فالبعثه هتيجي ان شاء الله يمكن الوقت متاخر كمان شويه، والناس بيبقى عندها اشغال الصبح، فهيبقى موضوع الاستقبال مش زي ما كان مش الوضع في هيبقى في مونديال يعني الانديه. جمهور في المطار على غرار كأس العالم للأندية لما وصل الفريق. لا، كانت التجهيزات معموله والموافقات الامنيه والترتيبات تمام. من وقت بدري، لان كمان الفرق والاختلاف امير عشان نوضح للناس، اللي الفتره ما بين مونديال الانديه وما بين الوقت اللي احنا فيه دلوقتي احنا لسه ما زلنا في فتره اغلاق عام في قطر بسبب تداعيات الانتشار فيروس كورونا، وده بدا قبل شهر رمضان المبارك، لان حالات الاصابات بفيروس كورونا كانت مرتفعه جدا وزادت، وكانت قريبه من 1000 حاله في اليوم، وده عدد كبير بالنسبه للتركيبه السكانيه هنا. لكن تمام. الحمد لله من خلال الاغلاق بدا المنحنى التدريجي ينزل، ووصلنا ل 200 او 250 حاله في اليوم، فده اللي دفع وزاره الصحه العامه والمسؤولين هنا في قطر ان هم يقللوا او يفتحوا الامور تدريجيا ويبدا الاغلاق يقل. فكان القرار ان مباراه السوبر تكون بجمهور، والحقيقه رابطه النادي الاهلي من هنا والناس بذلوا مجهود كبيره جدا، لان الاتحاد الافريقي كان قافل خالص الموضوع وكان رافض ان يكون في حضور جماهيري، لكن الحقيقه الناس اصرت، وده يحسب ليهم، بنشكرهم طبعا طبعا عليه، لان ده في شكل كويس اولا للتنظيم، وفي شكل كمان لمباراه السوبر الافريقي والكاف، وكمان للنادي الاهلي والفريق المغربي. باذن الله الجمهور يكون عامل كويس بالنسبه للنادي، اللي على فكره النادي الاهلي كمان هيدخل في فندق غير الفندق الاساسي أكيد. اللي هيكون مقيم فيه فريق نهضه بركان لمده يوم واحد بس 24 ساعه، لان كان من المفترض ان النادي الاهلي يوصل يوم 25، لكن زي ما حضرتك عارف الاداره قررت ان السفر يكون مباشر من جنوب افريقيا لتقليل الاجهاد على اللاعبين. لكن برضو للتاكيد وعشان اتفضل. الناس تبقى واخده بالها، ان الفندق اللي الاهلي هيقعد فيه 24 ساعه هيكون خاضع للفقاعه الطبيه وتحت رقابه الاتحاد داخل الافريقي الفقاعة في الكاس. كل الأحوال، أنت كده كده من مجرد ما توصل المطار لغاية لما ترجع المطار بإذن الله، وأنت راجع بالبطولة إن شاء الله يوم الجمعة أو السبت، هتبقى في الفقاعة، مفيش أي خروج منها يعني، أو مفيش أي لا، لان تهاون في الأمور دي. بعض الناس توقعت ان الاهلي هيقعد، طالما لسه هينقل لفندق تاني بعد 24 ساعه فالامور هتكون مفتوحه، لا لكن لا لا، احنا بناكد عليهم ان ممنوع الاقتراب عشان نحافظ على بالظبط اللعيبه اولا ونحافظ على سلامتهم، لا قدر الله، لان اي يعني لما صدقنا ان خلاص الصفوف تبدا تكتمل، نتخلص من طابور الاصابات الطويل، حتى بالظبط. كورونا كمان يعني محمد محمود كان راجع، مصطفى كان موجود، تم استبعادهم من السفر لجنوب افريقيا بسبب كورونا، فيعني عشان حفاظا على سلامه اللاعبين وكمان نوفر لهم اقصى درجات التركيز، اللي عايز يشجع اللي عايز يساند النادي الاهلي اللي هيتمكن من حجز الملعب ان التذكره ان شاء شاء الله. الله يكون موجود يوم الجمعه، اللي مش هيكون موجود زي ما عملنا في مونديال الانديه دعواتنا ومساندتنا وقلوبنا قلبا وقالبا مع النادي الاهلي
اللي عودنا ان شاء الله انه دايما بيفرحنا ودايما بيسعد الالاف، مش في قطر بس ولا في الخليج، لكن في كل مكان بيروحوا. واعتقد ان كل الناس شافت شعبيه النادي الاهلي في جنوب افريقيا، في كل مكان بيروحوا الحمد لله حاجه يفتخر بيها كل الاهلاويه. ويا رب دايما زي ما قلت الاهلي يفرحنا ويرجع باذن الله السوبر، وتكون قطر والدوحه ويكون وشنا ان شاء حلو الله يا رب دايما على النادي الاهلي باذن الله. طيب هل تم طرح التذاكر خلاص ولا لسه في بعض الاجراءات عشان يتم الطرح يعني؟ لسه حتى الان جاري الاعداد الموضوع عشان يعملوه بشكل مرتب، ويمكن ان شاء الله خلال الساعات اللي جايه هيتم الاعلان بشكل رسمي بعد انهاء كافه الترتيبات. تم التنسيق في كل الامور مع وزاره الصحه العامه هنا في قطر اللي وضعت بعض الاشتراطات، يمكن لن يكون مسموح لحضور المباراه سوى للناس اللي واخده لقاح كورونا، ومش جرعه تمام واحده بس، لا اللي واخدين جرعتين. حتى كمان اللي كان اصيب بالفيروس وخف الحمد لله من الاصابه لمده 9 اشهر قبل موعد المباراه يوم 28 هيكون مسموح ليه يدخل. فان شاء تمام الله الامور تبقى سلسه والامور سهله، وفي تسهيلات كبيره جدا للجمهور. كمان هيكون ممنوع ان اي تجمعات اي حاجه، حفاظا على سلامه النادي الاهلي وحفاظا على اي حد هيكون متواجد في دائره هذه المباراه. فان شاء الله تخرج الامور على خير. والحقيقه جمهور النادي الاهلي هنا وفي كل مكان معودنا دايما انه بيضرب المثل في الالتزام في اتباع التعليمات، واعتقد ان كل الناس كمان تشهد بده من خلال بطوله كاس العالم للانديه، لحد انفانتينو رئيس الفيفا اشاد بشكل خاص واختص جمهور النادي الاهلي طبعا بالاشاده من خلال تشجيعه المثالي، من خلال التزامه، من خلال تعاونه مع السلطات الامنيه وايضا السلطات الصحيه. حتى خرجت الامور الحمد لله ما كانش فيه ولا اي اصابه في بعثه النادي الاهلي بكورونا بعد ما وصلوا الحمد لله من اللعيبه تحديدا الحمد والجهاز لله الاداري، بغض النظر عن كام الاصابات اللي كان حصلت في البدايه للعميد محمد مرجان. بالظبط لكن الحمد لله يمكن شفت بايرن ميونخ حصل عنده حاله اصابه لمولر واضطر ان هو ما يلعبش المباراه النهائيه، لكن النادي الاهلي الحمد لله كان مسيطر وكان قافل طيب الامور. اعتقد ان وجود الكابتن محمود الخطيب كمان هو هيدي اضافه ويدي شكل مميز لبعثه النادي الاهلي ومزيد من الالتزام واظهار صوره النادي الاهلي بافضل شكل ان شاء الله. يا محمد انا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه الايضاحات والمعلومات القيمه جدا جدا استاذ محمد الجزار الناقد الرياضي الكبير واللي كان معانا عبر سكايب من الدوحه عشان يطمننا على كل الاستعدادات اللي بتتعلق باستقبال بعثه النادي الاهلي. بنشكره شكرا جزيلا، نورنا وشرفنا.